بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 131 بعد 100. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل، الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج، بالإمكان الاتصال على البرنامج على هاتف البرنامج 011-442-8313، أو على جوال البرنامج 0534-700-700. حياكم الله جميعا. نبدأ هذه الحلقة، بارك الله فيكم معالي الشيخ، بما بعث به أحد الإخوة، محمد بن الرياض، يقول: إن اجتماع الأمة على دينها وإقامة شعائره يكون سببا لحصول فوائد كثيرة وثمرات عظيمة. يقول: ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما هو مفهوم الاعتصام بالله عز وجل حتى تحقق الأمة الاجتماع على دين الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ارتداد يا شيخ؟ سم إن شاء الله. ارتداد يا سلطان. طيب تفضل يا شيخ. قال الله سبحانه وتعالى: في ارتداد ما يصلح. والآن يا شيخ؟ الآن ما أدري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. اعتصموا بحبل الله، تمسكوا بحبل الله جميعا. اعتصم بحبل الله البعض، البعض الآخر لا يعتصم بحبل الله، وإنما يعتصم بغيره. بل الأمة كلها تعتصم بحبل الله الذي هو القرآن، وجميعا ولا تفرقوا، تأكيد لقوله جميعا. واذكروا إذ كنتم أعداء، هذا في الجاهلية، كانوا متناحرين، كل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى، كل قبيلة تعتبر دولة مستقلة لا يجمعهم سلطان ولا كتاب، وإنما يعيشون على عوائد الجاهلية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لما جاء الإسلام ألف الله به بين قلوب المؤمنين، وصاروا إخوة متحابين، جماعة واحدة، صار لهم هيبة وصار لهم قوة. فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على أيديهم، دعاة إلى الله ومجاهدين في سبيله. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض عموما وعلى المسلمين خصوصا. فالواجب المحافظة على هذه النعمة والتمسك بها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه نعمة عظيمة، بعثة هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب واجتماع الكلمة، ونشأ عليها أجيال متعاقبة من المسلمين، بدءا بالصحابة ثم التابعين ثم القرون المفضلة ومن جاء بعدهم. ولا يزال هذا القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ بحفظ الله الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من رحمة الله ونعمته علينا وعلى المسلمين، بل على أهل الأرض عموما، يدخلون تحت ظل هذا الدين ورحمة هذا الدين. فالله جل وعلا
أنعم بهذا الدين على أهل الأرض. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. نعم. اللهم أمين وبارك الله فيكم. أيضا الأخ محمد يقول: التقوى قرينة الإصلاح، في قوله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما هو الإصلاح المقصود بارك الله فيكم في الآية؟ في إصلاح ذات البين، إذا حصل اختلاف بين أحد من المسلمين فإن يجب على المسلمين أن يصلحوا بينهم وأن يزيلوا الاختلاف حتى تصبح الأمة جماعة واحدة ويكون لها هيبة ولها كلمة ولها دولة ومكانة. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-442-8313 وعلى الجوال البرنامج 0534-700-700. نبدأ بالاستقبال من الأخ عبد الله، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خالد كيف حالك؟ الله يحفظك إن شاء الله. خير. جزاك الله بالخير. صباح الوالد. الله يمسيك بالخير. الله يطول بعمرك ويخليك لنا إن شاء الله دخل الإسلام والمسلمين. عندي ثلاث أسئلة يا سمحت الوالد بعجزك. أعطني إياها جميعا. الله يحفظك. السؤال الأول: ما معنى لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ هذا السؤال الأول. طيب. والسؤال الثاني: تتمة لكلام الشيخ حفظه الله بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، يشرح لنا تفسير الآية: في عصر كثر فيه الاختلاف وظهر فيه الفتن. هذا السؤال الثاني. طيب. السؤال الثالث: الله يطول بعمرك، ما الأسباب المعينة في وقتنا الحاضر الثبات على الدين في ظل الفتن التي تموج بالأمة؟ والله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الله. سؤال الأخ الأول: ما معنى لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ نعم، لا يحافظ على إسباغ الوضوء وإتمام الوضوء وإتقانه إلا مؤمن، فهذا من صفات المؤمنين العناية بالوضوء وإسباغه وإتمامه، وأن يكون بنية صالحة، وأن يكون أيضا مفتاحا للصلاة. الطهور مفتاح الصلاة، لا تصح صلاة بغير طهور، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. نعم. سؤال الآخر: كما تفضلتم في بداية هذه الحلقة تحدثتم عن الاعتصام، يقول: شرح آية واعتصموا بالله. الآية: تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. نعم. سؤال الآخر يقول: ما هي الأسباب المعينة على ثبات دين المسلم وقت الفتن؟ الأسباب المعينة على التمسك والثبات وقت الفتن أن يعتصم بالله وأن يستعين بالله ويصبر على ما أصابه في تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يؤذى، لا بد أن يناله ما يناله في سبيل ذلك من المضلين ومن دعاة السوء والضلالة، فلا بد أن يصبر على دينه ويثبت عليه مهما كلفه الأمر. هذه سنة الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ محمد من الدمام، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. عندي سؤال. تفضل. لو أنا مثلا كنت أصلي إيه؟ ومر واحد رد السلام، كيف أرد عليه؟ وانت تصلي؟ أيوة. طيب في سؤال آخر؟ لا، شكرا يا محمد. تفضل يا شيخ. نعم، يرد عليه بالإشارة، إذا سلم عليه أحد وهو يصلي فإنه يرد عليه بالإشارة بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أبو هاشم من الأردن حفظكم الله عبر جوال البرنامج يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما الفرق بين القدر والقضاء؟ لا فرق بينهما، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم.
نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما حكم أن أهدي غير المسلم مصحف؟ لا، غير المسلم لا يهدى له المصحف لأنه كتاب الله، فلا يهدى للكافر حتى يسلم، لكن يهدى له تفسير القرآن، ترجمة معاني القرآن الكريم وهي موجودة والحمد لله ومتقنة، فيهدى إليه ترجمة معاني القرآن الكريم. نعم. نعم. سؤاله الآخر والأخير يقول: أيهم أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، وما هو حد الصبر وحد الفقر؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: في الغني الصابر وفي الغني الشاكر، والفقير الصابر يقول خيرهما أتقاهما لله عز وجل، خيرهما أتقاهما لله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. هذا الأخ من السودان آدم عبد الله يسأل ويقول: ما معنى لا إله إلا الله، وهل أكتفي بالقول أم لا بد من الأعمال؟ معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها نفي وإثبات، النفي نفي الآلهة غير الله جل وعلا، والإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له، فهي كلمة عظيمة وهي كلمة الإخلاص، وهي مفتاح باب الجنة لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى، فهي كلمة عظيمة. نعم. أبو عمار من الأردن يقول: إذا صليت السنن والرواتب هل أكتفي بالتشهد الأول أم لا بد من الصلاة الإبراهيمية؟ لا بد في التشهد الأخير أو التشهد الذي يعقبه السلام، لا بد من الصلاة الإبراهيمية. نعم، مع التشهد الأول. نعم. بارك نعم. الله فيكم. أبي أم محمد تسأل تقول: توفي الوالد في 21/3، متى تنتهي العدة، وهل لازم في الساعة في نفس الساعة التي توفي فيها الميت؟ نعم، عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا تم له 4 أشهر و10 أيام من وفاته فإنها تخرج من العدة، تنتهي عدتها بذلك. نعم. نعم. يتسأل عن اليوم المحدد، ويبدو أنه في 1/8 شعبان تتم 4 أشهر و10 أيام حسب التاريخ. طيب حفظكم الله، هذه أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول: المرأة في عدة الوفاة، ما هي الأشياء التي تتوقف عنها، ومتى يجوز لها الخروج من البيت وهي في العدة؟ نعم، الأشياء التي تتوقف عنها الخروج من البيت لغير حاجتها الضرورية، وتخرج بالنهار لحاجتها وترجع. والشيء الثاني أن تتجنب لباس الزينة، وإنما تلبس لباسا عاديا ليس فيه زينة. والشيء الثالث أن تتجنب الطيب، تتجنب الطيب، فلا تتطيب بشيء من الأطياب حتى تنتهي عدة الوفاة. نعم. لكن هل إذا اضطرت أن تخرج إلى المستشفى هل لها ذلك؟ والشيء الرابع تجتنب زينة الحلي، فلا تلبس الحلي ولا تتزين في بدنها بالخضاب ونحوه. نعم. سؤال: خروجها إلى المستشفى للضرورة؟ أي نعم، للحاجة، إذا احتاجت إلى الخروج تخرج في النهار ما إلى المستشفى أو غيره وترجع. لكن حضور المناسبات لا يجوز لها؟ لا لا، ما تحضر المناسبات. نعم. نعم. أبو نايف من القصيم تفضل. سؤالي جزاكم الله خير، أنا عندي موعد في رمضان تحليل مع القرين، يفطر ولا ما يفطر؟ تحليل وشو؟ تحليل دم. دم الله، تحليل دم بالوليد. طيب. مع القرين. في سؤال آخر يا أبو نايف؟ ها؟ في سؤال آخر؟ لا، الله يبلغنا وياك شهر رمضان المبارك والجميع. تفضل يا شيخ. تحليل الدم البسيط الذي ليس بكثير لا يضره الصائم، أما سحب الدم الكثير فلا يفطر الصائم، لأنه مثل الحجامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. إذا كان الدم يسيرا للتحليل فهذا لا يضر الصائم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة رمز الأمس اللي اسمه عبد الله يقول: هل المصليات تأخذ حكم المسجد في الأجر والفضل، وهل يشرع للمصليات تحية المسجد؟
لا ما تأخذ حكم المسجد، المصليات ما تأخذ حكم المسجد. فإذا صلوا في مكان لحاجة عارضة فليس هذا له حكم المسجد. نعم أحسن الله إليكم. محمد عبد الله من مقيم في المملكة له بعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين صلاة الفريضة، قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. ولهذا تأتي الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما هي المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ 4 مسائل: تعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. 4 مسائل. نعم. يقول: ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. نعم. سؤاله الأخير. نعم. يقول: ما هو النفي والإثبات في لا إله إلا الله؟ النفي في قوله لا إله. نعم. والإثبات في قوله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أحد المكلفين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو الواجب علي في بداية الدعوة إلى الله وخاصة إذا كانوا في دول غير إسلامية؟ الواجب عليك أولا أن تتعلم العلم المطلوب من علم العقيدة والشريعة، فإذا تسلحت بالعلم فإنك تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يعني على علم، وتكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. أم أحمد من الرياض تسأل وتقول: من ترك زوجته عند أهلها لمدة 2 سنين ثم توفي، هل لها أو عليها عدة؟ بلا شك عليها عدة الوفاة ولو كانت عند أهلها. نعم. وهل لها في الميراث؟ نعم، إذا توفيت. نعم. إذا توفي وهي في عصمته فإنها ترث منه، إن كانت واحدة وليس له أولاد ولا لها، يعني ليس له أولاد المتوفى، فإن لها الربع، وإن كان له أولاد فلها الثمن، وإن كان زوجتان أو 4 فهما يشتركان في الربع أو الثمن. نعم. أحمد صديق يسأل بارك الله فيكم، يقول: من أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب هل المولى سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا؟ قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا، يعني توبوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. نعم. هذا يقول: أنا محمد من الباحة، يا شيخ أنا أرى بعض أئمة المساجد وخاصة في شهر رمضان المبارك يقصرون في أداء الصلاة، وخاصة في التراويح يقتصرونها، وكذلك في العشر يذهبون إلى مكة المكرمة، ما هو توجيهكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن بصلاة من خلفه أن يتقن الصلاة وأن يتمها ولا يخفف الصلاة تخفيفا مخلا، وكذلك لا يطيل الصلاة تطويلا مملا يثقل على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، يراعي أحوال المأمومين من غير إخلال بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال. ولا يجوز له أن يذهب ويترك مسجده في رمضان اللي هو وقت الحاجة الشديدة، يترك مسجده ويذهب للعمرة، بقاؤه في مسجده ألزم عليه، لأن بقاؤه في المسجد واجب والعمرة مستحبة، فلا يذهب إلى مستحب ويترك الواجب عليه، إلا إذا استخلف من يقوم بالإمامة على الوجه المطلوب، والأفضل له أن يبقى هو ولا يستخلف. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ محمد من الطائف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سم.
الله يمسيكم بالخير. كيف حالك يا شيخ؟ الله ينفع بعلمك إن شاء الله يطول عمرك وطاعته. عندي سؤال الشيخ عن الورش. الوالد الله يرحمه ورثنا أملاك وما خلص التصكوك إلا بعد ما مات الله يرحمه أكثر من 3 أو 4 سنين. طب أشوف هذه عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ هنا هي مأجرة ساكنين فيها. طيب. وفي عندي سؤال ثاني عن الصلاة الله يطول عمرك. خليك معنا الشيخ. فضيلة الشيخ يسأل عن أن الوالد توفي رحمه الله ولكن أيضا الصكوك تأخرت، لم تخرج الصكوك إلا بعد وفاته. هل الأموال، هل العقارات السابقة هل عليها زكاة قبل صدور الصكوك الشرعية؟ كل وارث يزكي نصيبه إذا قبضه. في ارتداد. طيب محمد عطنا السؤال الثاني. أنا الصرف في بعد التحيات هذه في الركعة الثانية نجلس فيها وفي التحيات الأخيرة إذا خلص الإمام وإذا خلصنا من التحيات إيش نقول بعدها؟ وفيه سؤال برضه عن المصلين إذا رفع الإمام من الصلاة من الركوع سمع الله من حمده أكثر صوت عالي يعني جهوري ربنا ولك الحمد والشكر ربنا ويبعد يتكلم كثير. طيب شكرا لك، حياك الله. شكرا. نعم. سؤال الثاني الشيخ يقول يعني الصلاة إذا خلصنا بعد التحيات وماذا نقول إذا انتهت التحيات قبل أن يسلم الإمام؟ نعم الشيخ صالح. خله يغلق الرادو فيه ارتداد. نعم خلاص أغلق الرادو يا محمد أو خلاص انتهينا أخذنا الأسئلة. شكرا لك يا محمد. نعم. يقول إذا بعد التشهد يكون هناك يمكن فراغ قبل السلام ماذا نقول بعد التحيات؟ نعم. يقول إذا في التشهد الأول والتشهد الثاني ماذا نقول بعد نهاية التحيات؟ هل هناك دعاء؟ تسلم إذا انتهى التشهد الأول والتشهد الأخير فإنك تسلم. لكن إذا كان مأمون؟ نعم. إذا كان مأمون يدعو الله بما تيسر له. نعم. يقول بارك الله فيكم بعض المصلين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده رفع صوته عاليا بربنا ولك الحمد يعني المأمومين، هذا الصوت فيه إزعاج للآخرين. نعم لا يرفع صوته بحيث يؤثر على من حوله بل يخفض صوته، إنما الإمام هو الذي يرفع صوته ليبلغ المأمومين، أما المأموم فإنه يخفي صوته. نعم. نعم نستقبل اتصال آخر معنا الأخ عبد الله من الأحساء، حياك الله تفضل عبد الله. طيب حتى يعود عبد الله إن شاء الله. هذه معنا بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. يسأل حفظكم الله هل يجوز التوكيل في عقد النكاح لغير الولي أو الوالد؟ نعم يجوز للولي أن يوكل من يعقد لموليته، يجوز له ذلك. نعود إلى الأخ عبد الله. أو الزوج إذا كان الزوج غائبا أو قاصرا فإنه تولى عقد النكاح له وليه. نعم. نعم نعود إلى الأخ عبد الله من الأحساء، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بالخير. يا هلا وسهلا. نبغى الشيخ صالح. عندنا. آت السؤال، ما هو السؤال؟ السؤال عندي قرض ماخذ من حد البنوك. إيه. والقرض هذا أدخلت له الأسهم. أي معي شيخ وأقصد شهري يعني كل شهر أقصد من راتبي، هل عليه زكاة أو ما عليه؟ طيب شوف في سؤال آخر. لا لا سلام تسمع الجواب إن شاء الله من التلفزيون. شكرا لك يعطيك العافية. حياك الله. تفضل الشيخ. شكرا. يقول إنه أخذ قرض من البنك وأدخله بالأسهم، يقول أقصد هذا 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 الراتب هذا القرض أقصده من راتبي، يقول هل عليه زكاة؟ أولا الاقتراض من البنك لا يجوز لأن البنك لا يقرض إلا بربا. ثانيا يزكي ماله إذا حال عليه الحول ولو شيء من المال يملكه ويبلغ النصاب فإنه يزكيه. نعم. نعم. أبو عصام يقول ما حكم إجبار المرأة على الزواج من شخص لا ترغبه؟ لا يجوز هذا، لا تزوج المرأة إلا بشخص ترغبه ولا تجبر المرأة على زوج لا ترغبه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إياد من الرياض يسأل يقول شهر رمضان المبارك وقد أطل، شهر شعبان المبارك وقد أطل علينا، هل هناك من فضائل في هذا الشهر الفضيل المبارك؟
لم يثبت في شهر شعبان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلبه ولا يستكمله، فمن فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فله الأجر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صيام يوم الشك وآخر يوم من شهر شعبان؟ لا يجوز صوم يوم الشك، لا يصوم إلا على دخول الشهر، إما برؤية وإما بإتمام شعبان 30 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول أمي مريضة وتعاني من وسواس الموت والخوف، وعندما تسمع القرآن يزيد خوفها وعينها تسيل دموعا، ولا ندري ماذا بها، وهي على هذه الحال منذ 10 سنوات، هل هناك علاج للوسواس أفيدونا جزاكم الله الجنة؟ العلاج للوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إذا حست به تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتركه. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالوسواس يعالج بأمرين، أولا الاستعاذة بالله من الشيطان لأن الوسواس من الشيطان، ثانيا أن يرفضه ولا يؤثر عليه ولا يعتبره شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للمسافر كيف يؤدي صلاة الجمعة، هل يقصرها ظهرا مع صلاة العصر ويجمعها؟ المسافر ليس عليه جمعة، ولكنه إذا حضر الجمعة مع المصلين فإنها تجيه عن الظهر، فإنها تجيه عن الظهر، وإذا صلى ظهرا فإنه يقصر الصلاة لركعتين. نعم. نعم. هذا الأخ السائل عبد الله حمد يقول ما هي كفارة اليمين المؤكدة كقولي والله العظيم إن مات أخي لا أحضر دفنه وأنا بريء منه، ندمت على هذا القول، فما كفارته، وهل أمر التعجيل في الكفارة مهم؟ إذا كنت لم تتمكن من حضوره ومن تنفيذ اليمين فليس عليك شيء، أما إن كنت تمكنت ولكنك لم تحضر وأنت حلفت على ذلك فإنه يكون عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الباحة يقول ما حكم إمامة الصبي وخلفه كبار السن؟ نعم، إذا كان الصبي أقرأهم لكتاب الله فإنه يقدم إذا كان مميزا، إذا بلغ سن التمييز وهو أحسن الحاضرين لقراءة القرآن وهو أكثرهم أخذا للقرآن فإنه يقدم. حديث عمر بن سلمة أنه كان أحفظ قومه، أنه كان أحفظ قومه للقرآن فكانوا يقدمونه، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. نعم. الأخ طلحة من الرياض يقول هل إعطاء النقود لعمال النظافة في الشوارع بنية الصدقة تعتبر من ضمن الصدقة على الفقراء، وهل يعطون من الزكاة؟ العمال إذا كانوا مسلمين وفقراء يعطون من الزكاة، وأما إعطاؤهم صدقة التطوع فلا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في صيام النفل إذا قمت الساعة 10 صباحا تقريبا ونويت الصيام، هل تعتبر هذه النية ثابتة وأستمر بصيامي؟ نعم. يقول بارك الله فيكم إذا قمت الصباح 10 تقريبا ونويت صيام هذا اليوم، هل أتم هذا الصوم ويعتبر صوم حقيقي أم لابد من تبييت النية في الليل؟ هل هو صوم واجب ولا تطوع؟ لا تطوع يا شيخ. تطوع يصح من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر من اليمن يقول بارك الله فيكم ما حكم من يتوب ثم يرجع للمعاصي ثم يتوب وهكذا في حياته، ما هو توجيهكم؟ كل ما أذنب يجب عليه أن يتوب، ولو تكرر يجب عليه التوبة، يكرر التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. نعم. يقول حفظكم الله محمد حنيف من السودان يقول
ما حكم اليمين التي يعلم صاحبها أنه كاذب وماذا عليه؟ هذا اليمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فلا يحلف المسلم إلا وهو صادق. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله هذا السائل عبد العزيز من الزلفي يسأل عن حق المرأة المطلقة من المهر الذي دفعه لها زوجها. نعم. يسأل عن حق المرأة المطلقة طلاق مثلا خلع أو غيره من المهر، هل يرجع كاملا أم النصف أم ماذا لها؟ إذا كان طلقها قبل الدخول بها فإن لها نصف المهر، لها نصف المهر. وإن كان طلقها قبل الدخول بها، إذا كان طلقها بعد الدخول بها فإن لها المهر كاملا، لها المهر كاملا بالدخول بها، وإن كان طلقها قبل الدخول فلا نصف المهر. نعم. نعم. الأخ عبد الله يسأل يقول هل انقطاع الدم قبل 40 يكون طهرا وتصلي المرأة وتصوم؟ نعم، إذا رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تبلغ 40. نعم. نعم. ما حكم الحلف على القرآن الكريم وتقبيله بعد الحلف؟ لا أصل لهذا، والقرآن لا يستعمل للحلف، لا يستعمل للحلف عليه، يحلف بالله بدون أن يحلف على المصحف أو يحضر المصحف، هذا لا أصل له. نعم. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الله يسأل عن ليلة 15 من شهر شعبان، هل ورد في فضلها شيء؟ أبدا، ما صح فيها شيء، وهي كسائر الليالي. نعم. جزاكم الله خير معالي الشيخ وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك. شكرا لكم أيها الأحبة، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى. وهذه تحية من الزملاء من عبد الرحمن المدرع وكذلك المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.